إجمالي حجم التعديات اللي تم إزالتها حتى تاريخه حوالي 14413 حالة تعدي تم إزالتها من مباني، والدولة المصرية من خلال المحافظات وقوات إنفاذ القانون والوحدات التنفيذية المحلية استردت ما يعادل تقريبا 3.8 مليون متر مربع، ودي الدولة استردتها. مع الوزير لواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه نسق مع الساده المحافظين وبالتنسيق مع الساده مدراء الامن للحفاظ على هذه الاراضي المسترده لتعظيم الاستفاده منها في المستقبل وفقا لمخططات الدوله بتقوم بيها ان شاء الله. كذلك الامر فيما يتعلق بالاراضي الزراعيه اللي تم استردادها، خليني اقول لحضرتك تم ازاله حوالي 4632 حاله تعدي حتى تاريخه، بما يعادل تقريبا بنتكلم في حوالي 211729 فدان. ولو جينا بصينا على عدد المحافظات اللي تصدرت الاسترداد، كانت محافظة المنيا حوالي 127772 فدان، يليها محافظة مطروح حوالي 62546 فدان، يأتي بعد ذلك المحافظات الأخرى. كل ده بيترجم على الأرض ان دي اراضي زراعيه ملكا للدوله تم استردادها، وبالتالي بيتم الحفاظ عليها تمهيدا لتعظيم استغلالها والاستفاده منها ليعود على كل الشعب المصري بالاستفاده. ده فيما يتعلق بملف التعديات على الاراضي المملوكه للدوله المصريه ومواجهه اي من خلال الموجه 16 ومواجهه اي تعدي عليها. طبعا الوزارة تنفيذا للتكليفات الرئاسية تعمل مع السادة المحافظين، مع جهات الولاية، مع السادة مدراء الأمن، مع قوات إنفاذ القانون ووحدات التدخل السريع إلى تحقيق الأهداف دي، بحيث إن إحنا نمنع التعدي مرة أخرى على أراضي الدولة.